أعلن رمضان دبس أحد سكان القدس الشرقية ترشيحه لعضوية بلدية المدينة، حيث أظهرت الإحصائيات الأخيرة أن غالبية سكان القدس الشرقية يؤيدون وجود مرشح فلسطيني، فيما يرى المعارضون أن هذه الخطوة هي تطبيع مع إسرائيل. حملة انتخابية جديدة تقلب مدينة القدس رأسا على عقب في أعقاب ترشح رمضان دبش أحد سكان القدس الشرقية إلى مقعد عضوية في بلدية المدينة، وفي أوساط بلدية تخلو من النواب العرب أو مرشحيها، فإن مرشحا عربيا كفيل لأن يحدث جلبة في صفوف السكان اليهود والعرب على حد سواء، حيث أظهرت إحصائيات أخيرة أن 60% من سكان القدس الشرقية يؤيدون ترشح طرف فلسطيني في بلدية المدينة، بينما تدعي الأطراف المعارضة أن في هذا الإجراء تطبيع مع إسرائيل على حد تعبيرهم. وفي تصريحات للمرشح الانتخابي قال دبش أن التمثيل العربي في البلدية لهو حق خالص للمواطنين الفلسطينيين سكان القدس الشرقية، وبأن هذه الخطوة تأتي لدفع حقوقهم قدما والتي على البلدية أن تعيرها اهتماما أكثر. منذ 50 عام تم إهمال القدس الشرقية من جميع أنواع الخدمات الحياتية واليومية في التعليم وفي البنية التحتية وفي البناء وهدم بيوت، وكل هذا الشيء يجب فصل الخدمات التي يجب أن تؤخذ ولا تعطى عن السياسة المتداولة في الآونة الأخيرة في البلاد. حملة انتخابية تأتي تحت عنوان القدس للمقدسيين، أعلن بأنها تهدف لتعزيز حقوق الفلسطينيين سكان القدس الشرقية في خضم صراع أيديولوجي حول ماهية القدس وتعريفها لدى الشريحة الهدف.